سكينة القوام من محافظة النجف الأشرف. طبعا طالبة أني بالتربية الرياضية جامعة الكوفة، مواليد 98. طبعا أحب لعبة الكاراتيه، ولعبة الكاراتيه حفزت عندي الثقة بالنفس بعد ما واجهت محاربة وواجهت مواقف عديدة سببت لي انكسار بحياتي. أخويا دعمني، والدي دعمني، صار لقاء بين والدي والكابتن، فالكابتن سولف ويا والدي، يعني صارت أمور سالفة وهيك شيء، فبابا قبل والكابتن قبل، بديت أستمر. جيت تمرنت، أول يوم ما جه الصعوبة بالتمرين، ثاني يوم بعدين لا زاد حافز عندي، بجيت يعني قمت أحب التمرين، قمت يعني أصارع الوقت في سبيل أجي أتمرن. استمرت 3 أشهر تمرين مستمر، يعني تراوح من 8 ساعات إلى 6 ساعات باليوم. واختبرت، طبعا اختبرت أول شيء على الحزام الأصفر، وظلت مستمرة لحد هذا يومنا اللي هي سحاني الآن عندي حزام بني، ويعني بعد فترة قليلة وعندي اختبار ثاني هو الاختبار على الأسود. سكينة اجتنا بسنة 2015، اجت من كسرة مهمومة. السبب تقول أني ضعيفة، أني ما يعني ما أقدر أدافع عن نفسي، أو أنا يعني واحد منكسر، نفسيتي متحطمة. فمن اجت لي انا دربناها، طبعا انا اشرفت على تدريبها انا والكابتن سعدون العنكوشي حتى ما انساه، لان هسه هو بالدوره العربيه بمصر. فدربناها تدريب، احنا خلال 15 يوم قدرنا نغير من حالتها، يعني قدرنا نغير. خلال 3 أشهر وصلناها للحزام الاصفر، اختبرت عندنا بالاختبار 22/9/2016 صار اخر اختبار، والحمد لله والشكر هسه وصلت الى مرحله متقدمه بالتدريب، طبعا بالمواظبه والالتزام، هي واخواتها الثلاثه اللي قلت لكم عليهم، يعني هن البذره الاساسيه اللي صارن بالنجف عندنا. وسكينه من يعني من النماذج يعني المحترمه بالمحافظه، اللي وصلت قدرت توصل بفتره وجيزه لطموحها ومساعدة. تمرين الكاراتيه تمريننا مستمر من اول ما بدينا لحد الان، تمريننا مستمر 3 أيام بالاسبوع، نتمرن من 3 ساعات الى 4 ساعات، وانا وزميلاتي باشراف الكابتن سعدوني عنكوشي والمدرب الدولي جعفر القرعاوي والمدرب الدولي الثالث عبد الفتاح طبعا الفتلاوي، هم يعني المشرفين علينا بالتدريب، ويعني وصلونا الدرجه من التمارين، يعني قدرنا صارت عندنا يعني فت فكرة كاملة عن الكاراتيه. وصلنا يعني لما وصلنا اختبارات واختبرنا على أحزمة البنية، صارت يعني تمرين متكامل، يعني بقت لنا فترة قليلة إن شاء الله ويجهز الفريق النسوي كمدربات وكاختبارنا عبدان الأسود. طبعا مدينة النجف الأشرف مدينة مقدسة مثل ما يعني الكل يعرفها، فيعني أنا قدرت قلت لك يعني واجهت محاربة من الأهل، ويعني من هواي يعني أهلي مو يعني والدي أو والدتي، لا اللي أقرباء يعني ما تقبلوا هذا الشيء، بس ظل والدي يعني وراي، لا بابا كملي بابا كملي طموحك هذا، أنت اختصاص تربية رياضية فلازم هذا الكلام ما يعيق بيك أو ما يأثر عليك، فكسر هذا الحاجز والدي، خلى عندي ثقة كلش عالية، فقدرت أواجه الناس. الناس من أشوف واحد إنه ليش تلعبين، ليش اختاريتي كاراتيه، ليش ما رحتي تخصص ثاني، بديت أبين لهم إنه شنو هي لعبة كاراتيه، شنو تفيدنا، وطبعاً هي رياضة خطيرة تفيد النساء أكثر من الرجال، يعني بيها مرونة، بيها رفع لياقة بدنية عالية للمرأة، مو بس هيك، وعندهم شغلة يعني بالكاراتيه إنه تزيد شخصية، تقوي من شخصية اللاعبة الكاراتيه أو اللاعب بنفس الوقت، فبنفس الوقت أقدر أحارب المجتمع، أقدر أحارب كل شيء في سبيل أوصل لطموحي والهدف.